بداية أخبارنا كالعادة بتكون مع نادين الزمالك وحرص السفير أحمد فاروق سفير مصر في الرياض بالمملكة العربية السعودية على زيارة مقر بعثة فريق الزمالك عصر اليوم الخميس بمدينة الرياض قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدا الجمعة. وأحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في السعودية والمهندس هشام نصر نائب رئيس وكابتن أحمد سليمان وأحمد خالد حسنين ورامي مسوحي أعضاء المجلس على استقبال السفير داخل فندق الإقامة. وقام السفير أحمد فاروق بتحية اللاعبين والجهاز الفني داخل فندق الإقامة، وعقد الكابتن حسين لبيب جلسة مع السفير أحمد فاروق في حضور أعضاء مجلس الإدارة إدارة النادي المرافقين للبعثة. واطمأن سفير مصر في الرياض على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة ببعثة الفريق، مؤكدا على توفير السفارة المصرية بالرياض كافة سبل الدعم لبعثة الزمالك. عقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي المقرر لها غدا الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملا، القميص الأسود والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى زي الكامل باللونين الأصفر والأسود، في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح. وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بالفريق، والدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي، والاستاذ عمرو ابو العز المدير الاداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامه، وعبد الله حسين اداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بجانب ممثلي النادي الاهلي ومسؤولي الاتحاد الافريقي لكره القدم. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بكره، ان شاء الله بيقدر الزمالك انه يتغلب على هذه المباراة ويكسب الأهلي إن شاء الله ويتوج بطلا للسوبر الإفريقي. طيب بيختتم فريقنا تدريباته الساعة 8 مساء النهاردة على ملعب نادي شباب بمدينة الرياض بالسعودية استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي. والحقيقة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر جوميز كان عايز أن الفريق يخوض المران الختامي على ملعب المملكة أرينا اللي هيستضيف مباراة السوبر الأفريقي بكرة الجمعة، ولكن مسؤول الاتحاد الافريقي اختاروا النادي بصعوبه ان ده يحصل سواء للزمالك او كمان للاهلي، نظرا لقيام المسؤولين على الملعب بانهاء بعض الترتيبات والتجهيزات الخاصه بالمباراه. طيب تعالوا مع بعض نروح لتصريحات مستر جوميز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر، واللي قال انه بيتمنى ان الجماهير تشوف مباراة عظيمة بكرة في السوبر الافريقي، وقال كمان ان الزمالك هيواجه فريق كبير وبيمتلك لعيبة كبار ومدرب كبير، والزمالك لديه لاعبين كبار وهدفه الفوز دائما، وقال ان كل اللاعبين جاهزين للمباراة، واكد ان الزمالك أفضل من الموسم الماضي، وقال إن الزمالك خاض فترة إعداد بعد نهاية الموسم الماضي ولعب أربع مباريات ودية، وإن الصفقات الجديدة دخلت في أجواء الفريق بشكل سريع. جوميز كمان أكد على إنه سعيد بالتواجد في المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لطريقة لعب الفريقين فقال إنه كل فريق بيلعب بشكل مختلف، وغدا التفاصيل الصغيرة هي اللي هتحسم المباراة. واتكلم جوميز عن موضوع طبعا الجبهة اليسرى وقال أستطيع الاعتماد على
عمر جابر في الجبهة اليسرى أو أي لاعب آخر من اللاعبين الذين يجدون في مركز الظهير الأيسر. وقال كمان أغلقنا صفحة الموسم الماضي ولدينا صفحة جديدة غدا نريد أن نبدأها بالفوز. التتويج باللقب بلقب السوبر سيمنح الثقة للاعبين في بداية الموسم. لسه مكملين في التصريحات النهارده ونروح لتصريحات عمر جابر، واللي قال ان البعثه سعيده بالتواجد في المملكه العربيه السعوديه وتقدم بالشكر للجميع على حسن الاستضافه. وقال ان الزمالك عنده بكره مباراه كبيره وديربي هو الاهم في العالم وليس العرب وافريقيا، وتمنى ان يحالف التوفيق الزمالك في المباراه وان تكون بدايه موسم قوي. مباراه السوبر بينتظرها الجميع وجماهير الزمالك لها شكل خاص سواء داخل مصر أو خارجها، ودايما بتساند الفريق وبتدعمه، وبنتطلع للفوز باللقب من أجل إسعادهم. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأفضلية هتكون للفريق صاحب التوفيق والحظ، ولدينا تركيز شديد لتحقيق الفوز والتتويج باللقب. إن شاء الله يا رب يرجعوا بكرة بإذنك يا رب، أو يخلصوا بكرة المباراة ويكونوا كسبانين ويقدر جامز زي ما قال بالتفاصيل الصغيرة هي اللي هتحسم المباراة. ودي طبعا كلام مظبوط 100% أن التفاصيل الصغيرة بكرة هي اللي هتفرق، وهي إن شاء الله يا رب اللي هتحسم المباراة. إن شاء الله بكرة يتم حسم المباراة لصالح الزمالك. لسه مكملين مع باقي التصريحات، وتعالوا نروح لتصريحات البولندي كونراد لاعب الزمالك، وقال انه متحمس لبدايه مشواره مع الفريق. وقال كونراد في تصريحات على هامش الانشطه الاعلاميه المخصصه من الاتحاد الافريقي قبل لقاء السوبر الافريقي، وقال انه اتمنى ان تكون بدايه جيده لي مع الزمالك، وقال انه بيتمنى انه يحقق الفوز وحصد اول بطوله في مشواري مع فريق الزمالك، وان هو يعني مش بيركزوا مع الفريق المنافس. فنحن نمتلك لاعبين وجهاز فني على اعلى مستوى، واحنا مستعدين لمواجهه الاهلي. واختتم تصريحاته كونراد بتوجيه رساله لجماهير نادي الزمالك، وقال ان هم بينتظروا دعم جماهير الزمالك، وانه بيوعد الجماهير ان هم يبذلوا اقصى جهد داخل الملعب من اجل التتويج باللقب الإفريقي وإسعاد جماهير نادي الزمالك. تعالوا نروح برضو لتصريحات مهاجمنا الفلسطيني عمر فرج، واللي قال إن الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي المقبلة في كأس السوبر الإفريقي، وقال إن الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة ومميزة، وكل شيء خاص بلقاء السوبر عظيم. وأضاف نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي، وأن التركيز هو سلاحنا أمام الأهلي، وإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب ونحصد اللقب. وختم تصريحاته وقال بننتظر دعم ومؤازرة جماهير الزمالك ونعدهم بتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز وإسعادهم.